بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب يليغ إي كومبخوندغ كالعادة. إذن طبعا نستأنف ما رأينا فيما سبق. رأينا طبعا كلمات وجمل يعني متعلقة بلالات جي، وذكرنا الجي طبعا في الحالات التي تعطي فيها الصوت كصوت الجي، والحالات الأخرى طبعا التي تعطي فيها الصوت ج. طبعا في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هاد الحرفين. إذا طبعا هاد الحرفين ممكن أنما يأتيان في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، أو في آخر الكلمة. إذا نتكلم عن أون أون أون، ممكن أنها تنطق كأون أو أن. مثلا هنا دانس دون دون، مثلا لو فيرب مانيبيلي. كما نقول انك تلعب بعقل شخص، اذا نتكلم عن مانيبيلي، او انك تاخذ باليد، انك تقوم بشيء باليد، تعمل شيئا يدويا. لو فيرب مانيبيلي انه تتضمن كما تلاحظوا كلمه ما 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 يعني اليد. اذا الذي يهمنا هنا ان ان تنطق أون كما عندنا هنا. إذن عندنا هنا أون أون. مثلا إن دون إن دونس إن دونس إن دونس. regardez sur l'image qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez nous voyons des femmes qui dansent nous voyons des femmes voilà ce sont des femmes qui dansent c'est le verbe danser C'est le verbe danser, يعني فعل رقصة. Danser, يعني فعل رقصة. Chanter, le verbe chanter, غنى. Le verbe chanter, فعل غنى. أيضا يتضمن هاد أن. Sur l'image, comme nous le voyons, on a des femmes, nous voyons des femmes qui dansent. Alors, on a une danse. Une danse. إذا نتكلم عن رقصة. رقصة. إذن تسمى إن دونس، ومنها فعل كما ذكرنا الآن لو فيرب دونسي فعل رقصة. ألوغ لو مو دونس كومبخون أون. ألوغ كما لو فويون لو مو دونس كومبخون لو سون أون أون. ألوغ لا أون أ لون دون طون بون سون son, quand, 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 rond, rond, gant, gant, fond, fond, tout le monde a pan, 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 et de nous aider, long, don, ton, bon, son, quand, rond, gant, fond, pan. Au-dessous de cette image, comme nous le voyons, on a ces phrases. C'est dimanche, c'est la fête. Maman danse. C'est dimanche. Et en même temps, c'est la fête. Et donc, il n'a eu l'ahed. Au final, c'est le temps. C'est la fête. C'est dimanche. C'est dimanche. Il n'a eu l'ahed. C'est dimanche. C'est la fête. Maman, maman, l'une de ses femmes, l'une de ses femmes, إذا نتكلم عن واحدة من هاد النساء، c'est maman. إذا نتكلم عن الأم، maman danse، الأم ترقص. إذا كما تشوفوا هنا عندنا إن دونس، هنا عندنا دونس، هنا عندنا الفعل هنا، maman danse، الأم ترقص. لكن هنا عندنا إن دونس، هنا طبعا نتكلم عن رقصة. إن دونس. سي ديمونش. إذا كما تلاحظوا بأن كلمة ديمونش لو مو ديمونش كومبخونسي سو سون، يتضمن هذا الصوت لو سون أون. سي ديمونش سي ديمونش، إنه الأحد، المقصود يوم الأحد. سي لا فيت، إنه الحفل أو الاحتفال أو العيد. سي لا فيت مامو دونس مامو مامو ما مان. ثم عندنا دانس
danse. Après, on a des mots qui comprennent soit on ou on. Comme tu l'as dit, on a des kitabat, on a tout n'taq de la même tariqa. احيانا ممكن ننتقد عام ممكن ننتقد عام مثلا في كلمات اخرى لكن هنا طبعا سنركز على الكلمات التي تاتي فيها ام كما لو انها ان اذا ننطقها اون وايضا هنا اون رغم ان عندها نفس النطق لكن كل كلمه عندها الكتابه ديالها خاصه بها ماشي حيت هذه تتشبه لهذه مثلا هنا عندنا كلمه غون الدائره او الدوره هاد اون لا يمكن ان نعوض بهاد اون ثم يبقى عندنا نفس المعنى لا يمكن هذا الكلمه هكذا لكي تعني هاد المعنى ديال الدائره الى غير ذلك اذا لابد ان تكتب بالحروف المتعارف عليها افيك او ان افيك او ان قلنا لوغون كما راينا فيما سبق Laurent, un ballon, les bonbons. طبعاً هنا دائرة، هنا ballon، ثم حلويات، les bonbons. ثم عندنا le pont. On a déjà vu le pont. Voilà, c'est le pont. C'est le pont. Regardez sur l'image, c'est le pont. C'est que le mal cantara. Après, on a des mots avec on, qui s'écrivent avec an. Un ruban. Voilà, c'est le ruban. Le ruban. C'est que le mal charrette. Charrette ou seulement ruban. Après, on a le pantalon. Regardez sur l'image, c'est un pantalon. Et dans l'âge sora, c'est le pantalon. Et dans notre clément, c'est l'ouel. Une amande. C'est le fruit de l'amandier. De l'amandier. فاكهة شجرة تسمى لاموندي. ثم عندنا لا دانس. Voilà, c'est une danse. La danse. Une chanson. On est venu de parler du verbe chanter. إذا تكلمنا قبل قليل على le verbe chanter. Ici on a une chanson. إذا عندنا أغنية. Une chanson. Le verbe chanter في الغناء. Après on a des mandarines. Après on a le bon. Regarde ici sur l'image, c'est un bon. Après on a des mots avec am. Par exemple un champ. Il y a une pelle ad np. Pelle ad n. تتكون هاد ام قبل بي او قبل بي انها تنطق كان ان شون لا جامب ان شون يعني حقل لا جامب اذا نتكلم عن الساق ابخونا لا شامب الغرفه لا شامب لو تامبور فوالا C'est le tambour. Après, on a des mots qui s'écrivent avec on, mais cette fois-ci avec on, qui donne le son exactement comme an. Regardez ici, nous prenons ce mot. On a le vent. Parfois, on dit le vent souffle. احيانا نتكلم عن الريح انها تصفر المقصود انها تهب بشده وتحدث صوتا كما تلاحظوا عندنا ان تنطق تقريبا ك ان لوفون مثلا كلمه
دوسمون. إذا نتكلم عن دوس، دوس يعني شيء لطيف. حين نتكلم عن المذكر نقول دو يعني لطيف، في المؤنث نقول دوس. ثم فلاد فيرب، فلاد فيرب نصيف فعلا مثلا، في سو ترافاي دوسمون، يعمل هذا العمل، قم بهذا العمل دوسمون، ببطء دوسمون. إذا عندنا كما قلنا لوفون دوسمون، فواحد العدد كبير من لي زادفيرب أنه يكون بهذا الشكل، تتكون في النهاية ديالو أون تي، وتنطق أون، وتنطق أون، أون. ثم عندنا إن أنفولوب، إن أنفولوب، غوغادي سي سور ليماج، سيت أن أنفولوب، سي لونفولوب، سي لونفولوب. إذا نتكلم عن الظرف، ظرف الرسالة يسمى لونفولوب. سيلونسيوزمون يعني بشكل صامت، هنا عندنا دوسمون، لونتمون، لونتمون بنفس الطريقة بشكل بطيء، دوسمون يعني بشكل هادئ، دوسمون بشكل هادئ، لونتمون، لونتمون بشكل بطيء، لونتمون بشكل بطيء. هنا بوكو دادفيرب كي سيكخي دو لا ميم فاسون كي سو تيرمين باغ ان او ان تي. إذا هناك مجموعة كلمات تعبر عن الظرف أنها تنتهي بهاد مو، تنتهي بهاد مو، تتضمن هاد أون. ثم عندنا ميكي أسونتي لغة، إذا ميكي أسونتي، إذا واضح أنا تنشوفو عندنا أفواغ، أنا تنشوفو عندنا أفواغ في البخيزون، واضح بأن هذا سي لو بارتيسيباسي دو كيل فيرب، دو كيل فيرب. إذا هو البارتيسيباسي ديال أش من فعل، طبعا ديال الفعل سونتيغ. شنو تيعني سونتيغ؟ سونتيغ تيعني شم، وفي أماكن أخرى ممكن يعني أحس، أحس. لوفان سونتيغ فعل أحس أو شم كما عندنا هنا، ومن مثلا كلمة لو سونتيمون، لو سونتيمون يعني الإحساس، لو سونتيمون. طبعا أنه ينتهي بهذا المو، لكن نتكلم هنا عن اسم لو سونتيمون يعني الإحساس، ولا نتكلم عن الادفيرب كما عندنا هنا. هنا ممكن نقول جو بارل دوسمون، أنا أتكلم أو أتحدث، أنا أتكلم بشكل هادئ. ممكن شخص يقول لك بارل دوسمون، بارل دوسمون يعني تكلم بهدوء، تكلم بهدوء، بارل دوسمون، أو بيان بارلي دوسمون، بارلي دوسمون، بارلي دوسمون، أو بيان ليزي، ليزي دوسمون، اقرأوا بهدوء، اقرأوا بهدوء، ليزي دوسمون. كلمات كهذه طبعا تجي باش توصف لنا الفعل، ماشي باش توصف لنا واحد الشيء. لا نتكلم هنا عن لادجيكتيف، لادجيكتيف كاليفيكاتيف مثلا، هنا نتكلم عن وصف، وصف كلمة مثلا، نقول مثلا ان غيبون جون، ان غيبون جون، إذا نتكلم عن شريط أصفر، أصفر هذه توصف لنا هاد لو غيبون. لكن هنا نتكلم عن فات سو ترافاي دوسمون، قوموا بهذا العمل بشكل هادئ. إذا طبعا تنتكلموا على القيام بالعمل هو اللي غيكون هادئ، مثلا جو باغل دوسمون، تنوصف طريقة الكلام، تنوصف طريقة الكلام اللي هو فعل، تنقوم بواحد الفعل اللي هو الكلام، تنقوم به بشكل هادئ، تنقوم به بشكل هادئ، جو بارل دوسمون. إذا هنا تنوصفو، تنوصفو الفعل، إذا يسمى أدفيرب. عندما نتكلم عن لو سونتيمون، هذا اسم، لو سونتيمون إحساس، إذا نتكلم عن اسم. إذا ميكي أسونتي، ميكي أسونتي لغة، ميكي أسونتي لغة. إذا ميكي كما نقول أنه شم الفأر، ممكن يعني أيضا أنه أحس بالفأر، أو أنه أحس بالفأر. لوفير سونتيغ كما قلنا أنه تعني هاد الأمرين. ثم عندنا لونكر، لونكر، لونكر طبعا هو المداد، المداد اللي تنكتبو به، أو حتى داك المداد اللي داخل القلم، داخل الستيلو، يسمى لونكر. إذا لونكر هو داك المداد، لونكر. كما تلاحظو عندنا أونكر، أونكر، أو إن، تكتب أو إن،
لكن نشير هنا بهذه المناسبة بأن كلمة أخرى الفرق بينها وبين هذه الكلمة اللي عندنا هو هاد أ في الأخرى عندنا أ ننطقها بنفس الطريقة لونغ واحد حديدة عندها جوج روس أو أكثر تيلوحوها في البحر مشدودة بواحد القنب تيشدوا بها الباخرة مثلا أو أي مقارب آخر حتى يبقى ثابتا في مكانه. إذن في وسط البحر تيلوحوا هاد الحديدة تسمى لونغ ولكن تكتب أن. ثم عندنا أون أون مثلا جو ترومب ما بليم جو ترومب ما بليم جو ترومب ما بليم ترومبي أنك تتنفض الريشة ديالك ملي تتغطسها في المداد ممكن تبقى عامرة بالمداد كتير وتقطر لك على الورقة إذن تتنفضها قبل ما تمشي تكتب إذن نتكلم على لوفاب ترومبي جو ترومب ما بليم يعني أنني تنفض الريشة ديالي جو ترومب ما بليم. ثم عندنا إل أمبورت لو ليفر إل أمبورت لو ليفر طبعا لوفاب أمبورتي أنك تأخذ بالقوة أنك تخطف إلى غير ذلك تستولي على شيء بالقوة إذا نتكلم على لو فيرب أمبورتي إل أمبورت لو ليفر إل أمبورت لو ليفر كما نقول أنه انتزع الكتاب كما نقول أنه انتزع الكتاب إذا عندنا لو فيرب أمبورتي أمبورتي إذا هاد أو أم تنطق كأم إذا عندنا جو ترومب ما بليم إل أمبورت لو ليفر. إذا نستأنف في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.